ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب معاكم لميا من قناتي لوميس كوكينج. هعمل معاكم النهارده البط الراستو، طعمه حلو قوي وسهل قوي، تجديد عن احنا بنسلق البط وبنحمره، هو هيبقى تجديد وطعمه حلو جدا. وهعمل لكم معايا الرز بالخلطه بلونه اللي عامل زي الكهرمان ده، التحفه. هنتعلم ازاي نعمله ونظبطه ويطلع لونه حلو قوي ومظبوط. انا عامله لكم عشان لو حابين تعملوه يوم ميلاد النبي او اي حاجه تعملوه بمنتهى السهوله، يا رب يعجبكم ان شاء الله. تمام، يلا نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا بطة، الحجم اللي يريحكم بقى. دي بطة على فكرة حجمها كبير مش صغير، حوالي كانت 4 كيلو او 4.5. ومعايا هنا بصل وطماطم وزبادي ومجموعة من التوابل، هكتبها لكم كلها تحت. انا بوريكم بس يعني حتى البطة حجمها كبير وهتستوي في الفرن وهتبقى جميلة جدا. هاخد البصل والطماطم هضربهم كويس قوي في الكبة، انا عايزاهم ناعمين. انا مش هضيف عصير برتقال ولا بشر برتقال ولا اي حاجة من دي، لاني مش حابة اغير طعم لحم البط. لو حابين تضيفوا برتقال في التتبيلة براحتكم مفيش مشكلة، بس انا بفضلها كده. هاخد معلقة صغيرة، معلقة واحدة بس زي ما انتوا شايفين من الخل. ومعلقة كبيرة من بهارات اللحمة او الـ7 بهارات، وكل ده طبعا هكتبه لكم تحت. فلفل اسود، ده حبهان مطحون، هاخد معلقة كويسة كده، بيفرق قوي في طعم البط. وهاخد رشة من جوزة الطيب، يعني هي اختياري، لو مش حابينها مفيش مشكلة، بس يعني هي بتدي ريحة حلوة قوي. ورشة بسيطة من القرفة، والملح بقى. انا ما بعرفش اظبط الملح اللي بايدي كده. تمام خلاص كده التتبيله جاهزه. وانا كنت مطلعه كوبايتين زبادي، انا هاخد كوبايه واحده بس، انا شايفه ان كده كفايه قوي. جربوه يا جماعه، تجديد عن طبعا احنا كلنا بنسلق البط وبنحمره طبعا وبيبقى حاجه تحفه كده، بس اهو تجديد عن المعتاد يعني. تمام، هاخد بقى الزبادي وكده خلاص تتبيلتي جاهزة. تمام، هنجيب البطة بتاعتي بقى وابدأ اتبلها. اتبلها كده كويس من بره ومن جوه، ما سيبش حاجة لما ادخل فيها الخلطة دي. اهو ومن جوه كمان. هتبلها كويس قوي بقى وارجع لكم. تبلنا البطه بتاعتنا، هسيبها بقى كده في التتبيله. شوفوا الوقت بقى اللي يناسبكم، كام ساعه على قد ما تقدروا. انا سبتها 2 3 ساعات تقريبا وكان طعمها جميل جدا. هسيبها تتبل واوريكم هنعمل فيها ايه بقى. تمام، عدى حوالي 2 ساعة كده. هعمل ايه دلوقتي؟ انا خلاص هحطها في الفرن، بس قبل ما احطها في الفرن هجيب معلقه زبده كبيره، احط عليها ملح وفلفل. طبعا البط احنا عارفين انه بيبقى دسم وكل حاجه، بس دي معلقه واحده كبيره على البطايه دي كلها، مش هتعمل حاجه،
اكتر من ان هي هتطري لي لحم البط جدا، وهتخلي طعمه حلو قوي، لان البط هتقعد يعني فتره كبيره مش قليله في الفرن عشان بس الصدر بتاعها ما ينشفش. الحركه دي بتفرق جدا في طعم البط وانه يبقى طري قوي، هتشوفوا ازاي بعد ما تستوي. انا فاصله كده جزء من الجلد عن اللحم زي ما بنفصل الحمام لو قدرته، يعني هبدأ امسش كده او ادعك البطة كلها بالزبدة. تمام، مش قادرة اقول لكم يعني الحركة دي بتفرق في طعمها ازاي وهي بتتاكل في الاخر. انا شلت الجلافز بقى عشان اعرف اكتف البطة واتحكم فيها. انا احنا بنكتف البطة بس عشان يبقى شكلها حلو بعد السوا. هدخل الرجل كده في الفتحة اللي بتبقى تحت دي في المؤخرة، ولو لاقيين الفتحة صغيرة او مش عارفين تكتفوها ممكن نوسع لنفسنا كده حاجة بسيطة بالسكينة، بس ايه بالراحة عشان ما نقطعهاش. هكتفها بقى كويس ووريها لكم. تمام، انا كتفت البطة اهي خلاص بتاعتي. هجيب بقى الكيس الحراري اللي انا حاطة فيه معلقة دقيق عشان البط ما يلزقش. وممكن كمان تسووها في تحطوا ورق زبدة وفويل بدل الكيس الحراري. دي فصوص حبهان ومستكة عادي جدا، كأني هسلق البطة حط حبهان ومستكة وبصلاية مقطعها أربعة بس كده. هقفل الكيس بالرباط اللي جاي معاه، قفلته وهحطه في صينية واحط مية سخنة وابدا اعمل فتحات بس في السكينه كده. لازم الفتحات دي تتعمل في الكيس. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه اول ساعه، وبعد كده ههدي النار شويه تبقى اعلى من المتوسط. هتاخد من ساعتين لساعتين ونص حسب سن البطه. نيجي بقى للرز بالخلطه نشوف مقاديره. انا معايا هنا سكر حوالي 8 9 معالق كده، والرز طبعا الكميه اللي تناسبكم، ومعايا مكسرات دلوز، ومعايا مكسرات وقرفه وملح وفلفل بس. الاول هنبدأ نعمل السكر او الكراميل اللي هيخللنا لونه حلو قوي كده. هحط السكر على النار على نار هادية يتكرمل، واول ما يبدأ يسيح كده ويبدأ ياخد اللون هتشوفوا هنعمل فيه ايه. الرز بالخلطة يا جماعة في ناس بتقعد تحمر فيه لغاية اما لونه يبقى بني، اللي يريحكم ما بتعملش خطوة الكراميل دي مفيش مشكلة، بس انا بفضل الطريقه دي. انا حطيت هنا الشوربه اول ما بدا يتكرمل، حطيت الشوربه، هتلاقوا السكر قفش كده، بعد كده بعلي عليه النار بيسيح تماما وبتبقى زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هنركنه على جنب بقى ونبدا نعمل الرز. زي ما قلت لكم لو حابين تحمروا الرز لغايه اما يبقى لونه بني اللي يريحكم، هي يعني بس هي دي طريقته، يعني انا بفضل كده يعني اللي يريحكم. هجيب السمنه احط فيها عودين قرفه كده وقرفه مطحونه عشان ريحه القرفه تطلع في السمنه كده اما بتسخن. هنزل بقى بالرز بتاعي وافضل اشوح فيه كده 4 5 دقايق. انا بشوح فيه يا جماعه مش بديله لون عشان بس يطلع مفلفل، ويعني احس ان حبيبات الرز كلها اتغلفت بالسمنه. خلاص اتشوح اهو تمام، وانا حسيت ان هو يعني حتى بتسمعوا له صوت كده في الحله. هبدا انزل بالكراميل اللي انا عاملاه، اللي انا حاطه عليه شويه شوربه، دي مش مقدار الشوربه الكافي يعني، دي شوربه بط برضو. لو ما فيش شوربه طبعا اعملوه بميه وحطوا معاه مكعب مرق المتاح يعني. حطيت الشوربه وعقد الميه المناسب للرز وهسيبه بقى يتشرب. هبدا اعمل الخلطه بتاعه الكبد. هجيب بقى ماده دهنيه على دي، معلقتين سمنه كده هنزل بيهم، دي كبده البط قطعتها حتت صغيره وزودت عليها كبد فراخ، وهبدا اشوحها على نار عاليه. عايزه اقول لكم بس بالنسبه للرز لو حاسين ان لونه مش ظابط معاكم ممكن تضيفوا معلقه صلصه، بس هو بالمقادير دي ان شاء الله اللون هيبقى مظبوط جدا.
اهي الكبد انا همش حاجه جنبها ولا اقلبها عشان ما تتهريش، لانها متقطعه حتت صغيره، الا ما احس انها نشفت وهتحمرت من تحت. حطيت عليها التوابل اللي هي ملح وفلفل وبهارات وقرفه، وهكتبها لكم طبعا. انا ما حبيتش اضيف بصل ولا ثوم، عايزين تضيفوا بصل براحتكم. وادي الرز بتاعنا اهو استوى ولونه بقى تحفه اهو زي ما انتم شايفين، ومفلفل كده. تقريبا اكلتنا خلاص بتجهز، فاضل بس خطوة بسيطة في الاخر. دي شوية مكسرات مشكلة، هشوحهم في معلقة سمنة، لو مش موجودة مفيش مشكلة خالص. بس كده تمام اكلتنا جهزت، هوريكم شكلها غرفها وهوريكم شكلها النهائي. ادي الرز بتاعنا شايفين شكله حلو قوي ازاي، وادي البط. مش قادره اقول لكم طعمه وريحته عامله ازاي. هقطع لكم ادي حته من الصدر اهو، المفروض انه يبقى ناشف يعني، اكتر حته في البط. الرز هو مفلفل حبه بحبتها ولونه يجنن. هقطع لكم بقى الصدر واوريكم قد ايه ان هو طري، بيتقطع في منتهى السهوله. شايفين شايفين السكينة ماشية فيه ازاي بمنتهى السهولة اهو. تمام كده اكلتنا خلصت، اتمنى تجربوها يا رب وتعجبكم. بتبقى اكلة يعني انا شايفة انها سهلة، ما يعني ما فيهاش حاجة يعني، تقدر اي حد يقدر يعملها، وبتبقى شيك قوي على السفرة. جربوها باذن الله تعجبكم، ولو عجبتكم